الله يبارك فيك. يعني ما اعرف شنو السبب، يعني هي ضربه جزاء يعني واضحه وضوح الشمس. ناس من نحكي مو ضربه جزاء، يعني ما وارد بكره القدم يا اخي. الاخطاء مو رجع للفار، هم حتى حكام الفار هم يقولون ما رجع للفار، قال يعني حكوا وياه وراح شافها وتاخرت المباراه هوايه لحد ما طل قرار. بالعكس يعني هذا القرار انت لازم تحترمه، ما طول اكو نظام الفار، خلوا الفار، علينا ان نحترم قرارات الحكام. يعني ما معقوله احنا بكل قرار احنا نعترض، بكل قرار احنا نسوي مشكله، بكل قرار ندين الحكام، بكل قرار احنا نخون الحكام. هاي معيبه عيب. يعني هسه اليوم شنو ذنب الجمهور؟ شنو ذنبنا احنا مثلا؟ وشنو ذنب هاي العالم مثلا حاضرين المباراه واحنا جايين؟ يعني هاي التصرفات ما اعرف، انا ما اعرف شو اسميه. ما لا قرار معيب عيب. يعني انت احنا نريد ننجح الدوري، دورينا الان دا يمشي بالسكه الصحيح، دورينا الان لكل العالم دا يشاهده، والاعلام العربي والخليجي والاسيوي دا يشوفه، دا يمشي بالصوره الصحيحه. علينا ان ندعم الدوري، علينا ان ندعم الناس القيمين اللي على الدوري حتى يكون دورينا من ضمن الدوريات الكبار. زين احنا اذا بهاي التصرفات شلون راح نوصل لهيج الدوري؟ لو كنت انت مدرب اليوم على نادي القاسم وصار هذا القرار من الاداره، شنو ممكن؟ ما اقبل انسحب نهائيا حتى لو اقدم استقاله. ما اقبل. الله يحفظك حبيبي.